القائد أنتونيوس وصل الإسكندرية يا مولاتي. وجاي لوحده ولا جاي بجيشه؟ معرفش، بس لو كان بجيشه وناوي على هجوم أكيد كان وصلنا الخبر بسرعة. زيارته في الوقت ده مش متوقعة. لكني ما شفتش منه حاجة وحشة يا مولاتي، وأوقات كتير بحس إنه معجب بيك. معجب بيا ولا بمصر؟ تقصدي إيه يا مولاتي؟ كل الإمبراطوريات عاوزة مصر، وكل اللي بيقربوا مني عاوزين يحكموا مصر بأسهل طريقة. إزاي يا مولاتي؟ بمجرد زواجي من أي أمير منهم هيبقى هو الملك الشرعي للبلاد، طواعية ومن غير حروب. يعني أنتي ما حبيتيش يوليوس قيصر يا مولاتي؟ أكيد حبيته، بس بحب مصر أكتر. مولاتي، القائد ماركوس أنطونيوس. مولاتي، زيارة مفاجأة لكنها طيبة. ومتأخرة يا مولاتي. هداياك لمكتبة اسكندرية لا تقدر بتمن، 200,000 كتاب في مختلف العلوم، ده رقم مش قليل. دي أقل هدية ممكن أقدمها لأجمل ملكة تحكم أجمل البلاد. مجاملة رقيقة منك، لكن اسمح لي يا قائد، أكيد مش جاي المسافة دي كلها بنفسك عشان تهديني بالكتب. طول عمري بحترم ذكائك يا كليوباترا. أولاً أنا بعزيك في موت زوجك يوليوس قيصر، لكن هل أنت على علم أنه ترك وصية بيورث فيها القائد أوكتافيوس الحكم؟ وده يخص مصر في إيه؟ ما تحاوليش خداع يا كليوباترا، أنت عارفة كويس أن مصر بدون جيش قوي يحميها، وأوكتافيوس عشان يضمن بقاؤه في الحكم هيحاول يضمن التخلص منك ومن ابنك من يوليوس قيصر. وعشان كده أنت هنا؟ أنا هنا عشان أحميك يا كليوباترا. اللي يحميني يحمي مصر يا أنطونيوس. أوعدك يا مولاتي أني أوسع حدودك وحافظ على مصر بدمي، وأمنع أي محاولة لتهديد مصر أو تهديدك لو وعدتيني بالزواج. موضوع زي ده لازم أدرسه بدقة يا أنطونيوس. عموما استمتع بوجودك في مصر وهرد عليك في أقرب فرصة. كليوباترا بتضحي بنفسها عشان خاطر مصر؟ ليهم حق المصريين يحبوها. هو فين سين ونونيا؟ أنا لازم أعرف العصابة بتعمل إيه؟ إيه ده؟ ده أنا حموتك. سيبني سيبني يا مجرم. أسيبك؟ لما نشوف. يلا قدامي. فهمي. يحيى يحيى، الحقني يا يحيى الحقني. أنت بتعمل إيه؟ سيبه يا مجرم. وقع. ايه ده دخلت عليك اللعبة يا حبيبي. بس ايه رأيك في فكرتي يا عم فهمي؟ لا عاش يا برو. انا برو. الكتب الجديدة هايلة. بس انت ما استعرتش كتب خالص. بس اشتريتها. بصي بيتهز ازاي. بصي بيتهز. ده انا اللي هخليك تتهز زي التمثال ده. يحيى الحقني يا يحيى اليحيى. صحيح، هو يحيى راح فين؟ مبسوط دلوقتي يا عم يحيى؟ ليه تخلي ما بيننا عداوة يا اخي؟ انت فاكر انك بتلعب مع كنوز اختك؟ دي منظمة دولية يا يحيى، مش هيسكتوا غير لما ينفذوا مخططهم، ولا محدش هيعرف يقف قدامهم. فيه جبت الادوات؟ مجهزهم من بدري. طب يلا بينا. وانت يا فهد، ها خلي بالك منه لغاية ما نخلص. ثانية، وبعدين تعمل اللي اتفقنا عليه. هما رايحين فين؟ انت مالك يا فهمي؟ دول ممكن يبوظوا التاريخ وما نعرفش نرجع. انت فاكر ان قدراتنا ضعيفة زيك؟ احنا معانا آلة زمن، وما تشغلش بالك، كده انت مش هترجع. هتموتني يا فهمي؟ كل ده عشان ما اديتلكش احساس بأهميتك؟ انا اصلا مش مستني منك حاجة. طب وبتعمل كل ده ليه؟ فهمني يا فهمي. هو الكلام ده معناه ايه يا أبلة؟ احنا دلوقتي بنثبت ان كليوباترا من أم حبشية مش مصرية ولا بطلمية،
وده اللي المنظمة طالباه. يلا احفر النحت ده بسرعة. هما بينحتوا ايه؟ ما انا قلتلك معرفش. تقصدي ايه يا مولاتي؟ ما عنديش حل غير اني اوافق. انطونيوس هو الوحيد اللي ممكن يحمي مصر من الرومان واستغلالهم. مولاتي، في ايه؟ المرأة اللي كلفتيني بمراقبتها مالها؟ حبسة طفل في كهف الظلام المهجور وبتحفر في الكهف وما نعرفش بتخطط لإيه. أنا ما كنتش مرتاحة لها من ساعة ما شفتها. ومعاها قوة؟ لا يا مولاتي، معاها طفل وراجل كبير بينفذوا أوامرها. حضروا قوة فورا وانقذوا الطفل واقبضوا عليها هي واللي معاها. ولما ترجع زماننا وتسمعهم بيسألوا عليا هتقول لهم إيه يا فهمي؟ عادي، هقول لهم معرفش. وهتعرف تخبي عليهم انك بعت صاحبك وخنته بعد ما عرفت سره؟ اسكت بقى، اسكت اسكت. انت فاكر العصابة دي هتسيبك بعد ما ينفذوا خطتهم؟ تقصد ايه؟ دول اول ناس هتبيعك ويمكن يرجعوا من غيرك كمان. لا لا لا، مش هيعملوا كده، هما محتاجيني اصلا. كده حلو قوي، برافو عليك. متشكرين يا أبلة، ده أنا نحات درجة أولى، أصل كنت شغال في الجبس من زمان. أنت هتحكي لي قصة حياتك عشان قلتلك برافو؟ فهمي خلص عليك. تعالالي يا إحيى، أنا مستني اللحظة دي من ساعة ما جيت. لا.